يعد الخروف من الحيوانات التي قام الإنسان بتربيتها منذ قديم الزمان واستفاد من لحمها وصوفها في حياته، وتعد رؤية الخروف في المنام من الأحلام التي تراود الإنسان بشكل كبير. فعلى ما يدل هذا الحلم؟ إذا كنتم مهتمين بمعرفة ذلك تابعوا معي هذا الفيديو، لكن قبل ذلك لا تنسوا أن نقر على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر التنبيهات لدعمنا على الاستمرار. تفسير حلم الخروف. بشكل عام فإن رؤية الخروف أو الكبش أو الماعز في المنام دليل على الرزق الوفير والبركة والخير، وتختلف تفسيرات هذا الحلم بحسب الرؤية وحال الشخص في الحياة. ففي حال رأى الشخص نفسه يهم بذبح خروف أو كبش وكان يخوض قتالا أو معركة، فهذا دليل على أنه سوف يحقق انتصارا عظيما في تلك المعركة. أما في حال لم يكن في معركة فإن هذا دليل على توبته عن المعاصي والذنوب وقبول الله لتلك التوبة. وتدل رؤية الشخص لنفسه يقوم ببيع خروف لأحد شرفاء قومه على أن هذا الشخص سيشفى من مرضه في حال كان مريضا. أما في حال لم يكن مريضا فهذا يعني أنه سوف يمر بظروف صعبة وقد تحيط به الأخطار من كل جانب، لكن الله سينجيه منها. وفي حال رأى الشخص أن هناك كبشا أو خروفا يتبعه ويلحق خطاه، فهذا معناه أن هناك عدو يتربص به وينتظر الفرصة السانحة لينقض عليه. يقول ابن سيرين: إن من كان عليه دينا ورأى نفسه يقوم بذبح الخروف أو الكبش فهذا يدل على وفائه لهذه الديون وأن الفرج سيأتي إليه. وفي حال تعرض الإنسان في المنام لنطحة من الخروف أو الكبش فهذا يدل على أن عدو هذا الإنسان سوف يصيبه بأذى. وتعد رؤية صوف الخروف وقرونه والاستفادة منها من الأمور التي تدل على الخير والبركة وبأن الشخص سينال مالا وفيرا وكثيرا. أما امتطاء ظهر الخروف أو الكبش فهو دليل على أن صاحب الرؤية سينال العظيم من الخصب. ومن أهدي إليه خروف الأضحية سواء أكانت هذه الهدية من شخص يعرفه أم لا فهذا يدل على أن هذا الشخص سيرزق بولد وسيكون هذا الولد بارا بوالديه. أما رؤية الشخص لنفسه وهو يعارك ويصارع خروفا فهذا دليل على أن هذا الشخص سيتنازع مع شخص ضخم، وقد تكون ضخامته مرتبطة بضخامة حجم الخروف، وإن تمكن من هزيمته فهذا يعني أنه سيهزمه في الواقع والعكس صحيح. وتدل رؤية الخروف مذبوحا أو مسلوخا في المنزل دليلا على أن أحد أفراد البيت سوف يموت. ومن أكل من لحم الخروف وهو غير مطبوخ فهذا دليل على أن هذا الشخص سوف يغتاب أحد المسلمين. وفي حال كان الشخص مسجونا ورأى أنه يذبح خروفا فهذا دليل على أنه سوف يحظى بحريته. هكذا نرى أن لحلم الخروف تفسيرات وتأويلات عديدة ترجع في معظمها لحالة الشخص في الحياة. قدمتها لكم من قناة رويش تي في. إذا أردتم مشاهدة المزيد من فيديوهات الأبراج اختاروا واحدا من هذه المعروضة أمامكم الآن على الشاشة. اكتبوا لنا في التعليقات هل سبق وشاهدتم الخروف في أحلامكم، ولا تنسوا مشاركة رابط هذا الفيديو على صفحاتكم في مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.